مبسوط اكون معاكم لليوم التاني من في بني مزار من اجمل بلاد الصعيد. شايف قدامي بصراحه المنظر من هنا يفرح، منظر جميل جدا. شباب كتير قدامي جايه عشان تتقابل مع الرب وتتلامس معاه. انا عارف ان كل واحد جاي النهارده لحاجه، عنده حاجه في قلبه، جاي يسمع رساله من الرب، جاي ياخد منه حاجه حقيقيه. بس خلوني هقرا معاكم ايتين بالظبط وهنصلي بيهم صلوة صغيرة قوي. أنا عايزك النهاردة اليوم كله تكون بتصلي بيهم. معلش لو ممكن نفتح أشعياء 9. أشعياء 9 1 و2. خلونا نقراهم سوا كده، واللي مش عايز يقول بصوت ما فيش مشكلة، بس يقراهم من جواه. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. في الدقيقة دي بس محتاج كل واحد يغمض عينه لمدة دقيقة ويمسك في الحق الكتابي ويقول له الحق الكتابي بيقول كده، إن بعد الضيق والإهانة بيجي الإكرام. في المسيح في إكرام مهما كان حصل. شيل كلمة الشعب وحط اسمك، قول له السالك في الظلمة أبصر نور. كل واحد يغمض عينه ويقول له أنا مش هخرج من هنا من غير ما أشوف النور، مش هخرج من هنا من غير ما أسمع صوتك، أخد الرسالة اللي أنت محضرها لي، أخد منك تحرير. أنا عايش في ظلمة بس الحق الكتابي بيقول كده، إن الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، ومش نور عادي، ده نور عظيم. الجالسون في أرض ظلال الموت، يعني أصعب مكان ممكن الواحد يجلس فيه، أشرق عليهم نور. أنت جاي النهاردة مش صدفة، أنت جاي النهاردة لأن في رسالة وفي نور لازم يوصل لواحد واحد وواحدة واحدة مهما كانت الحالة. الآيتين دول هو قال، أو الآية التانية بالأكترية قال فيها أصعب الحالة، الجالس في أرض ظلال الموت، مع ذلك برضو أشرق عليهم نور. خلنا في دقيقة بسرعة كل واحد يصلي ويقول له أنا بمسك في الحق الكتابي ده، أنا عايز حقي، عايز ميراثي من أبويا. الميراث ده هو النور اللي هيشرق على الظلمة. مفيش خطية ما ينفعش أبطلها، مفيش حاجة ما ينفعش توقف، هو اللي ممكن ينقذ. كل واحد كتير قوي بيحاول بس ما بيقدرش، ما بيحاول لوحده. النهاردة مش هتكون لوحدك، النهاردة هيكون الرب معاك وبيسندك وبيشددك، ويبقى فيه نور جديد وفيه ولادة جديدة. بس امسك في الحق الكتابي وقوله أنا عايز ده، أنا عايز ده النهاردة، أنا مش هروح زي ما جيت، أنا مش هسيب إبليس يخطف مني كل كلمة أنا بسمعها، لا أنا همسك في الحق وهقولك إن ده حقي ولازم أخده. أنا تعبت من الحياة دي. كل واحد يصرخ له في قلبه صرخة حقيقية، وعمره ما هيرد حد بيصرخ له أبدا، بالعكس هو بيقول أنا واقف وبخبط على الباب، اللي هيسمع صوتي هدخل له وأتعشى معاه. النهاردة هو جاي بيخبط على باب قلب كل واحد فيكم. افتح قلبك وخليه يدخل، هيبدل لك حياتك، هيشرق نور، كل الظلمة دي هتخلص. النهاردة مبسوط هيكون معانا الدكتور خير، هيكوننا في وقت الصلاة، وبعديها المرنم الجميل طبعا ديفيد جاد هيكون معانا في وقت التسبيح، هيكون وقت مميز، رب يمسحهم بمسحة خاصة. اتفضل دكتور. يلا تعالى معايا، يلا قدام الرب يسوع له كل المجد الموجود في وسطينا النهاردة، يلا احني رأسك، يلا أسجد لشخصه العظيم المبارك. المعلم قد حضر، له كل المجد، موجود في وسطينا، المكتوب عنه ملك الملوك،
ورب الأرباب، رئيس اجتماعنا المبارك، له كل المجد. كل ركبة تنحني لي، كل لسان يعترف باسمه. مستحق، مستحق سجودنا، مستحق عبادتنا النهاردة. لكل المجد، لكل المجد. شكرا لحضورك، انت اتيت مخصوص لكل واحد واحدة فينا النهاردة. على قلبك، على قلبك بركة ومجد لكل نفس موجودة الآن يا رب. الحاضرين في القاعات والموجودين على الشاشات، احنا بنباركك، احنا بنعظمك. أتيت لتبارك شعبك، أتيت لتخلص وتحرر، أتيت لتشرق بنورك على الجالسين في الظلمة، أتيت لتعطي حياة للسالكين في ظلال الموت. مبارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك. واحنا قدامك يا رب النهاردة رافعين عينينا عليك. ما فيش حد تاني يخلص غيرك، ما فيش حد تاني يحرر ويشفي ويطلق في الحرية إلا شخصك يا رب. احنا جايين وعنينا على شخصك العظيم المبارك. افتح عينينا، افتح قلبنا. يلي فتحت قلبي لدي، افتح كل قلب الآن بيسمع كلمتك. تعال بنورك واشرق على كل ظلمة جوانا يا رب. لاشي كل إظلام، لاشي كل ظلمة. تعال انتهر الموت، تعال ادي حياة، تعال خلص، تعال حرر، تعال اشفي. اصنع آيات وعجائب في وسطنا الليلة يا رب. يا رب نصلي لأجل خدامك، أخونا ديفيد في الترنيم، جناب القسيس جرجس في الكلمة، أخوات اللي بيصلوا وبيقودوا وبيعزفوا. مسحة واستخدام لخدامك يا رب، تأييد إلهي بالروح القدس ليهم النهاردة. تعالى احنا رافعين عينينا على شخصك، اتنازل بمجد عظيم في وسطينا يا رب. أرنا مجدك، انت موجود، انت موجود، بنثق تماما بحضورك، لكن اعلن لينا هذا المجد، مجد حضورك في وسطنا يا رب. صور نار حوالين المكان يا رب، ومجد عظيم في وسطينا النهاردة. أبانا، أبانا، بنصلي ليس لأجل بره واستحقاق فينا، لكن في بر المسيح وكمالات شخصه العظيم ولاسمه الكريم. احنا بنصلي ونشكرك من كل قلبنا لأنك بتسمع وبتستجيب لنا، وليك الكرامة ولكل المجد. آمين. مساء الخير، عاملين ايه؟ اتبسطتوا امبارح؟ كم واحد اتبسط امبارح؟ والنهارده هنرى اعظم مني، قول امين. نفسي نقف كده مع بعض واحنا بنرنم الكلمات الاولى ديت، واحنا بنشاور على الرب يسوع، ونقول كده: يسوع، يسوع، يا كمالي، صوت واحد: يسوع، 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 يسوع. يلا شباب مع بعض كلنا: يسوع، صوت واحد، علو صوتك: يسوع، يسوع، بس كمالي بعدك يا كمالي.
الجمال فعلي يسوع. يلا ارفع ايدك كده قول لي يسوع 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 حط ايدك عليا والمس اللمسه الشديده يا حبيبي. انا مرافع ايديا بستقبل مسحه جديده يا حبيبي يا حبيبي. بقوه حط قلبك يسوع يسوع هو حاضر يسوع 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 مع بعض كده يلا شباب عايز اسمع صوتكم. يا رفعني يا رفعني لما ظهري بقى محني وبيديك تشفي انحنائي وافضل احكي عن ما رحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يسوع يسوع يسوع. يلا بدون موسيقى مع بعض يسوع يسوع يسوع. نعم هو حاضر في وسطنا يسوع يسوع. يا رفعني مع بعض كلنا يا رفع لما ظهري بقى محني وبإيديك تشفي انحنائي وأفضل أحكي عن ما رحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يا رفعني. لما ظهري بقى محني رحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يا إلهي. نادي قلبي فآتي إلي يا يسوع يا إله. أنت قربي أنت قربي وشوقي إلي Let's go.
حياتي بدونك موال. ضحكتي كدمعتي كدمعتي هما باهتات. كل ما في حياتي هللويا هللويا. ايوه يا رب وش
في كل خبال. كل جمعية كل شباب مع بعض أصلاً سامع قلبي ضارع مشتاق لحضورك وشي في كل خبال. بدخل عرش النعمة بدخل عرش النعمة وبسكو بنفسي أمامك ناظر ليك واشوف لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكو بنفسي أمامك أنا ناظر ليك واشوف لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضار مشتاقين تلمسني روحي في كل خبايا بدونك. أصلك سامع شباب مع بعض ورنم ورنم تنطلق الكلمه في فرح وفي قلبي ليه هللويا نفسي ذبيحه. بدخل عرش النعمه ورنم تنطلق الكلمات تسبيحه تعالي مع بعض. ان وعودك قوة لذاتي بالثقة اللي لينا عنده انه مهما طلبنا شيء باسمه نناله بالايمان. اصدق في حياتي بدخل عرش النعمة بصدق فيه ان وعودك قوة لذاتي واثق انها فيك تتحقق وتتمم. أصدق في حياتي أصدق سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك البس روحي وامشي في كل خبايا بنورك. أصدق مش أي كلام بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي ليكون ظلام للعايش جوا ديك سند قلبي حافظ رجلي ياخد عيني. يلا مع بعض يا شباب. ده كلام الرب ده كلامك مش اي كلام
بياخد اي خطوات تتنقل النهارده باسم يسوع ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، ساند قلبي حافظ رجليا، علمني أعيش طالب شوقي، زيد جوايا واختني بيك وألوك في الآية زيك في جمالك، جمالك ده مفيش. أنا جايلك بخشوع بخضع لك والقلبي بسكت واسمع لك في المخدع، علمني أعيش طالب شوقي، زيد جوايا بخدني بيك وأتوب في الآية زيك في جبالك ده مفيش. شاور على الرب وقول بك يا يسوع، بك يا يسوع يرفع على من كده، بك الحاني بكلام عن رب فداني، بك يا يسوع يلا مع بعض، بك أفراحي بك أفراحي ابتدأت وصباحي ليها الطعم روحاني، من قلبي اللي
ارض ودماء فوقي وستراني بحور كلها نسياني بك يا يسوع المسيح بي خطايا اتغفرت ودمان فوقي وستراني بك يا يسوع المسيح بي خطايا انطرحت في بحور كلها نسياني بك يا يسوع المسيح بك يا يسوع المسيح بعد المبتدا هللويا بك يا يسوع المسيح علينا
أنور حبك لينا أضاء علينا أشرقت جوانا بوجه المسيح يا أمانة شكرا ليك حبيتنا في بناك يسوع يا أمانة حمدا ليك اقبل حبنا بيسوع النور لما جالي امتلع الليالي وتسبيحك يا حلالي في اسم المسيح يا أمانة شكرا لي في بناك يا يسوع يا أمانة حمدا ليك قبل حبنا في يسوع الأنوار هلا والصلاة أمين الأنوار هلا والصلاة ولا والروح فينا علا تمجيد المسيح العز الإلهي مجد الرب الباهي أمين في اليومين دول النهاردة دقية اللي انت لاهي عن حب المسيح يا أمانة شكرا ليك شكرا ليك في بناك يا يسوع يا أمانة حمدا ليك حبنا بيسوع هو كنز الصلاة فضينا بأفراح هو كنز الصلاة كوكب الصباح محبوبنا المسيح باب وانشق الحجاب تاني انشق وانشق الحجاب وانفتح لنا باب وانفتح لنا باب ناحية حضن الآب بالروح في المسيح يا أبانا شكرا ليك حبنا حبنا بيسوع الروح بالهبات وعجائب وأيام يؤيد الكلمات في قدرة المسيح يا أمانة شكرا ليك حبنا حبنا بيسوع بالعود والمصبار هللويا بالعود بالعود والمصبار رقص الأبرار وبألسنا من نار شهدوا للمسيح يا أبانا حمدا ليك فرحته فرحته جوانا للقوة اللي سندانا فرحته جوانا للقوة اللي سندانا حمده سيعانا بمجد المسيح يا أبانا
حبتنا حبنا ابنا يسوع يا أبانا حمدا ليك بل حبنا في يسوع. بنشكر اخونا ديفيد، كان وقت مميز بجد. كم واحد حس بحضور ربنا في المكان وقت التسبيح؟ قولوا هللويا. ايوه ندي المجد للرب. هيكون معنا دلوقتي وقت صلاه، هيكون في الاخ بيتر سامي من قاده خدمه الشباب، فيتفضل يصلي. يا رب يسوع احنا بنشكرك، يا رب نشكرك عشان كل امر يا رب انت بتعده لينا. يا رب شكرا ليك عشان وقت التسبيح. يا رب احنا بنعلن يا رب عن محبتنا ليك يا رب، اللي هي رد فعل يا رب محبتك لينا. يا رب احنا بنعلن يا رب ان احنا يا رب هنعيش يا رب هنعيش في البر، يا رب هنعيش في القداسة. يا رب من فضلك يا رب نحط بايدك يا رب كل ولد وبنت يا رب حاضرين اليوم يا رب، من فضلك تعالى املك يا رب على الوقت، تعالى يا رب انت سود على حياتهم. من فضلك يا رب تعالى يا رب املاهم بالبركه، يا رب املاهم بالنعمه يا رب باسم الرب يسوع. امين. دلوقتي معانا الاسيس جرجس الكلمه، بس عايز كل واحد يقول جمله واحده قبل الكلمه، يقول تكلم يا رب فان عبدك سامع. كل واحد ليه رساله خاصه، الرب هيستخدم الاسيس توصل لكل واحد. أمين أمين أمين. عايز أشكر ربنا من كل قلبي من أجل الوقت المميز ده، ولأجل اليومين الكرازين الجمال اللي الرب ادهم لنا بني مزار. عندي سؤال، مين كان موجود معانا هنا امبارح تاني يوم؟ واو جميل قوي. أنا عارف إن في ناس معانا في الدور الثالث والرابع، فأنا شايفكم بالإيمان كده. بصوا معايا على الشاشة، مين كان معانا امبارح وقلت امبارح؟ أمين. سلم على اللي جنبك بتوع التاني الثالث والرابع وقول له ربنا النهاردة موجود وعايز يصنع بركة عظيمة. أمين. أهو بيشاوروا لكم من تحت بيقولكم إحنا معاكم باسم يسوع. وعايز أشكر ربنا كمان من أجل أخونا بيتر سويس، كان معنا امبارح. عايز أشكر رب من أجل أخويا ديفيد جد المرنم الجميل. احنا بنجيب لكم شباب يرنموا معاكم علشان نقول لكم في شباب مميزين بنعمة الرب، يعني وانت كمان ينفع الرب يخلق منك حد مميز وتبقى شاب تكرم ربنا. عايز اقول من قلبي بشكر رب جدا من اجل جمعية بني مزار الحقيقة، والاجل الشباب اللي موجودين فيها بذلوا مجهود غير عادي علشان الأيام دي. عايز أشكر رب من أجلهم، عايز أشكر رب من أجل فريق الكرازة المميز اللي ربنا استخدمه طول الوقت علشان يعمل فرق ويكرم ربنا. عندي شكر خاص لأجل أخونا الدكتور خير اللي صلى أول يوم، هو وأختنا أمل. أنتوا عارفين الأبطال دول يعني كأنهم كده طول الوقت بيكرموا ربنا بالصلاة. ونفسي من قلبي كمان أشكر رب، مش لأنه في القاعة النهاردة مش عارف كم شاب موجودين، لكن 700 مش عارف قد إيه، لكن عايز أشكر رب من أجل الآلاف اللي بيحضرون على قناة الكرمة واستف الكرمة. وعايز أشكر رب جدا 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 من قلبي على أخويا صامويل استفانوس والخدمة الجميلة اللي بيقدمها. إحنا عندنا رسالة من الرب النهاردة. أمين. مين متشجع أن يشوف ربنا النهاردة وربنا يلمس قلبه ويديله حاجة جديدة؟ يلا بس أذنك كده، سلم على جنبك وقوله في رسالة جديدة ليك النهاردة، في حاجة بجد مميزة ربنا عايز يديها لك. عايز أقول لك قبل ما أقرأ الكتاب القصة المهمة دي،
اوعى تستصغر نفسك. ركز معايا، عايز اقولك القصة المهمة دي لما قريتها تشجعت قوي. واحد من اجمل الكارزين اللي ربنا باركهم حكى القصة دي. اسمع قال ايه. قال كان عندنا نهضة عظيمة في البلد بتاعتنا. قال وانا كنت حتة واد صغير كده، سفروت شاب كده مسفرت معفرت، يعني هو ايه بقى يعني قاعد قدام كده والدنيا جميلة. قالوا لما قالوا لنا في حدث كرازي كده ونهضة كرازية، قال رحت بدري وقعدت اول صف كده وقلت علشان اسمع الخدمة ويمكن ربنا يتعامل معايا ويباركني. قال بس اول ما جم الخدام فالأسيس قال لي معلش ده اول صف بتاع الوعاظ، معلش ارجع تاني صف. قال فرجعت كده ويعني وسلمت امر لله. قال بعد 5 دقايق جم شيوخ الكنيسة وراحوا مرجعيني للصف اللي وراء، قالوا معلش حبيبي اصل البنكين دول بتوع شيوخ الكنيسة. قالوا بعد كده شوية راحت جت ست كبيرة وقالت لي يا ولدي ودني وجعاني ومش بعرف اسمع قدام مش بعرف اسمع ورا، ارجع ورا انا هقعد مكانك. وجي الشيخ كبير قال قعدت ارجع 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 لغاية لما قعدوني اخر صف اخر واحد وكأني المظلوم المسكين اللي ماليش مكان علشان اقعد. قال بس في الليلة دي اللي رجعوني اخر واحد ربنا غير حياتي واستلم قلبي. وقد كان هذا الشخص مودي رجل الله، مودي رجل الله اللي بشر معظم أوروبا وأمريكا بالإنجيل. وأنا عايز أقولك النهاردة يمكن كده حس نفسك أنك أنت يعني السفروت ده اللي هو الصغنون اللي هو جاي من الاجتماع اللي مزنوق بين اتنين وانت عامل زي الحشوية والساندويتش كده، او على الباب قالوا لك يعني مفيش مكان فمعلش اطلع فوق. بس انا عايز اقولك ربنا عايز يديك حاجة عظيمة النهاردة. امين. وربنا عايز يباركك. تعالوا نقف مع بعض واقرأ معاكم رسالة ربنا ملا قلبي بيها، اخدها بسرعة علشان النهاردة اقدر اصلي معاك. الرسالة دي تبان انها صعبة علينا بس دي اللي ربنا ملا قلبي بيها وفيها اعلان جميل قوي 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 ليا وليك في ايوب 10:8 لغايه عدد 17. عايزك تقرا معايا العدد الثلاث اربع عدد دول، يا ايوب 10:8-17. الكلام ده مهم قوي، عايزك من كل قلبك كده تقراه معايا وتركز فيه لانه في رساله مهمه ليا وليك. يلا كده اقراها معايا. بيقول ربنا ايه؟ يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن؟ عارف لما بتعمل زبادي ربنا أيوب بيقول ربنا إيه؟ أنا بقيت في بطن أمي كده زي الزبدياية كده، زي حتة الجبنة اللي بتتخسر كده وبتتشكل. أنا ما عرفش حتة الجبنة دي فيها نص كده طويلة وفيها ودن مل، يعني مش عارف فيها إيه، فيها سنة كده، بس هي في النهاية ربنا عمل إيه؟ خسرك كونك. بصوا كده بيقولوا إيه؟ كسوتني، يلا لا اقرأ معايا أخويا اقرأ معايا، كسوتني جلدا ولحما و نسكتني فنسكتني بعظام وعصب. بس قال له حاجة جميلة قوي 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 الحقيقة في عدد 12، اقراها معايا. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. قولها مرة تاني معايا. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. كمل معايا. لكنك كتمت هذه في قلبك، علمت أن هذا عندك. إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من إثمي، إن أذنبت فويل لي وإن تبررت لا أرفع رأسي، إني شبعان هوانا وناظر مزلتي، وإن ارتفع تصطادني كأسد ثم تعود وتتجبر علي. تجدد شهودك اتجاهي وتزيد غضبك علي، نوب وجيش ضدي. فلماذا، يلا نختم بعد، فلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم ترى
عينون. في دقيقة استأذنك اعمل الآتي، ارفع ايدك كده للسماء، ارفع ايدك للسماء وصلي معايا الثلاث صلوات دول البساط. اول صلوة ارفع ايدك للسماء وقول للرب الجملة دي: انا بين ايديك الليلة يا رب، كلمني النهاردة، عايز رسالة منك في هذا اليوم يا رب، عايزك تحط ايدك عليا، عايز اتغير النهاردة يا رب علشان اكون انسان جديد باسم الرب يسوع المسيح وابقى ملكك. لكن من فضلك الحاجة التانية، ارفع ايدك للمنبر وقول ربنا، راجل اللي واقف على المنبر ده ما يعرفش احتياجي، ارفع ايدك كده للمنبر وقوله كلمني الليلة يا رب، اديني رسالة النهاردة يا رب، اديني حياة في هذا اليوم يا رب، المس قلبي علشان اعرفك في هذا اليوم يا رب. لكن الحاجة التالتة، ارفع ايدك للسماء وقوله قيد كل روح شرير بيعمل ضد الاجتماع، اربط العدو في هذا اليوم يا رب، واديني بنعمتك اسمع كلامك وافهم اقوالك. شكرا ليك من كل القلب لانك بتسمع وتستجيب، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين امين. فضلوا استريحوا شباب. ايوب 10 اصح جميل، يلا ركز لو سمحت، خلي حركتنا هاديه علشان الوقت. ايوب 10 اصح جميل قوي، وانا الحقيقه بحب الاصح ده لانه بينقلنا من الفشل والاحباط للرجاء. يعني ايه؟ اول كلمه قالها الكتاب في ايوب 10، اول كلمه قالها ايوب راح قال ايه؟ اول كلمه قال لك كرهت، بص فيها كده قدامك على الشاشة، أول كلمة في أيوب 10 عدد 1، كرهت إيه؟ فبتسأله كده تقول له كرهت إيه؟ كرهت الأكل؟ في ناس بتكره الأكل، مش طب كرهت أبوك وأمك والخلف كده يعني؟ قال لا لا مش دي برضو. تقول له طب كرهت بني مزار يعني والدنيا اللي فيها؟ قال لك برضو لا لا لا. طب كرهت مصر؟ قال أمال كرهت إيه؟ حطه قال الجملة دي: قد كرهت نفسي حياتي، كرهت نفسي وهقول يعني ايه. وبعد شويه بيقول له ايه؟ اسيب شكوايا. يعني ايه اسيب شكوايا؟ يعني يسلم عليك يقول لك وكيلك ربنا، لو سبت بقي علشان يشكي قدام ربنا ده انا هقول له 100 كلمه، هقف قدام ربنا كده واقول له الخضار والدينار والسولار والاسعار والانفجار هفضل اقول له الار دي اللي هي ماليه الدنيا. اسيب شكوايا، أنا مليان أزمات. وبعد كده رح قال ربنا إيه؟ قال له أتكلم في صعبة دي، في إيه؟ في مرارة. بس المرارة برة ولا جوة؟ قولها معايا، أتكلم في مرارة نفسي. ثلاث كلمات دول صعبين قوي، وأعتقد إنه إحنا النهاردة بنسمع كلمة ربنا عايز أقف قدامهم، لأنه الغالب في الغالب في الغالب الوقت الأخير ده هتلقى نغمة 90، لا 95، لا 99 من الشباب اللي موجودين في الدنيا اول ما تقرب منه كده يقول لك اوف الدنيا صعبه والحال واقع وام مش فهماني وابويا مش عارف بيعمل معايا ايه. واسهل كلمه يقول لك ايه؟ يا اخي الواحد كره الحياه وعايز ينتحر. فانا جاي النهارده من قلبي زي ما قلت لكم، مش بكلم المئات الموجودين في القاعه، انا بكلم اكتر الالاف اللي بيحضرونا في السوشيال ميديا هنا وهناك، واقول له الجمله دي. عايز ابص معاك في الجزء الكتابي ده، لانه احصائيات العالم الطبيعي بتقول ايه؟ بتقول انه كل 3 ثواني، كل 3 ثواني في العالم اللي احنا فيه في واحد بيفكر ينتحر، في واحد بيفكر ينتحر. كل 40 ثانية في واحد فعلا بينتحر. يعني انا لو دلوقتي واقف على المنبر ليا 5 دقايق، 8 انتحروا في ال5 دقايق دول من ساعه ما بديت الاجتماع، مش عارف كم واحد. كل 40 ثانية في واحد بينتحر. بيقول لك كل سنة 100,000 واحد، واو عدد رهيب، 100,000 واحد بيموتوا مش بسبب الايدز ولا السرطان ولا بسبب مش عارف كورونا، لا 100,000 واحد بيموتوا بسبب الانتحار، بينتحروا. لكن بيقول لك الاغلب العدد ده اللي هو سنه قد ايه؟ من 18 ل 35 سنة، مش الكبار اللي عندهم مصايب. فهنا عايز ابص معاك في الموقف الحلو الكتابي ده اللي نفسي ادرس فيه معاك الجزء ده، واقول لك هل في ناس ابليس سودها في عينيهم
وخلى الحياة في حياتهم عاملة زي خرم الإبرة. وبيقول الجزء الرهيب ده اللي قاله الكتاب المقدس: قد كرهت نفسي حياتي، أسيب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي. وقرب من الراجل اللي اسمه أيوب ده وأقول له: نفسي أسألك يا أيوب، أنت ليه كرهت الحياة؟ ليه حقيقي شعر انها سودة كده؟ ليه انت عايز تنتحر؟ زي ما بقرب للميات اللي في القاعة وبقول لهم: انت ليه كرهت الحياة؟ وليه قاعد اسف يعني المية 111 كده فوق والشلضومة كده يعني طالعة كده والدنيا وبالصعيد كده؟ طبعا بتوع الوطن العربي مش هيفهمونا، شايل طاجن ستك اللي هو كده قاعد ايه كده قدامه مكشر ومكلضم والدنيا في منتهى صعوبة. كرهت الحياة ليه؟ إيه اللي كرهت فيه الحياة؟ طبعا كل حد فينا لو النهاردة قلنا له هيكتب قصة مختلفة يقول لك فيها حاجة مختلفة. فواحد يقول لك: أسكت يا قسيس. يقول له إيه؟ يقول لك: مش يعني وأنا بتولد فقر من يومي، يوم ما اتولدت خالتي ماتت، وفي السبوع بتاعي بنت عمة خالت أمي اتوفت، وفي الثانوية أبويا مش عارف حصل له إيه، والحمد لله أنا مكتوب عني اسمي فقري. يعني الفقر ده على دماغي. على فكرة في ناس بتتوقع كده. في واحد في الكتاب المقدس أمه ظنت فيه كده، فحتى سمته اسم غريب أو سمته إيه؟ يا عبيس. يعني إيه عبيس؟ صانع الأحزان يعني، أو حزين، اللي هو عارف. تخيل معايا كده، أنا الحقيقة الرجل ده كتر خير ألف نفسيته، لأنه يوم ما بتنادي على أمه تقول له: روح يا حزين تعالى متنايل على عينك. يعني حاجة كده في منتهى البؤس وفي منتهى الصعوبة. فتقول له: كرهت لي حياتك؟ يقول لك: حقيقي الحمد لله وأشكر ربنا، أنا منحوس 100%. أو حد تاني يقول لك: الحقيقة يعني أنا كرهت الحياة لأنه ظروفنا في البيت صعبة، وأبويا وأمي دخلوا في منتهى الصعوبة، وأنا بمشي في الحقيقة كده في المدرسة وفي الكلية، أبص على الدنيا وأنا يعني في منتهى الكآبة. يعني للأمانة زميلي أبوه في الكويت وبيبعت له فلوس، وزميلي التاني أبوه في مش عارف في دبي ولا في أمريكا، وأنا الحمد لله يعني على الحديدة نشكر ربنا. كان معايا طالب قدام ربنا وأنا في الجامعة، أشكر ربنا اتغيرت حياته جدا، بس كان يصعب عليا جدا، وكان دايما يدخل الجامعة في عز التلج بقميص على الغير الداخلي. وفي مرة قربت منه وبسأله بقول له: يا فلان. قال لي: نعم. بقول له: مالك، في ايه يعني انت داخل الجامعة بقميص والدنيا صعبة قوي؟ قال لي، راح خدني كده على جنب قال لي: جرجس ما زعلش مني. قلت له: اه. قال لي: بأمانة أنا بابا غني جدا وعنده ظروف مادية جميلة. قلت له: طب بعدين؟ قال لي: وبابا وماما منفصلين. قلت له: بعدين؟ قال لي: تصدق؟ قلت له: قال لي: بأمانة قدام ربنا أنا مش معايا أجيب بلوفر، وأنا باجي في الشتاء ده وأنا مش معايا لبس. أنا أفتكر شكر ربنا وقتها لما رحت شاركت بابا وماما، يعني خدنا لبس وديناه للولد ده، وأشكر رب هو دلوقتي مرتبط وعنده الدنيا جميلة. بس عايز أقول لك، في ناس يقول لك: إيه ظروفي صعبة، أنا فقري، ظروفي المادية أصعب مني. بس عايز أقول لكم دي الأبسط. لا، في شباب بيقولوا كلام أكبر من كده. سلم عليه وتقول له: كرهت الحياة ليات، وليه عايز انتحر؟ يقول لك: معرفتش. تقول له إيه؟ يقول لك: بيت الإيه حبيتها وزقتها بيبسي وكولا ومشينا على الإبراهيمية وبعت لها قلوب وورد I love you I miss you، وفي الآخر بت الإيدي أول ما لقيت الواد المروش اللي جه اديتني صابونة لوكس قد كده، كرهت الحياة. أو العكس تقول لك: بص هي جت هنا أهي. تقول لها ليه؟ تقول لك: صدقني بأمانة حبيته، ولما قال لي لو ما عشتش معايا هاخد سم فران، ولو ما مشيش معايا هرمي نفسي من على الكبر بتاع بني مزار وهقتل نفسي وموت نفسي، وبس كده. شاب بنت حليوه كده احلى مني، عملت له بشعرها كده على طول، اداني الاستماره 6. هلا خلاص انا كرهت الحياه. ودول قابلتهم للامانه كتير قوي. صدقني بامانه يا اخويا ديفيد، بامانه قدام ربنا، كنا في مؤتمر مش عايز اقول فين خالص، في الغردقه، مش عايز اقول يعني، وكانوا جايبين مجموعه شباب بس مش هقول منين،
وبعد كده لقيته طول الوقت مشدود وبيزعق وبيتنرفز والدنيا صعبة. بس كان يعني أصعب موقف مسكته كده بقول له مالك؟ قال لي بتلقي معانا في المؤتمر هم الديان الطرشة. قلت له يعني ايه؟ قال لي اقول لها صباح الخير ما تردش، اقعد افطر تاخد ده انا بموت فيها. فرحت مسكته كده قلت له يا تخليك تقيل اتقل خرب بيتك. فبيقول لي يعني ايه؟ قلت له اللي باعنا نبيعه. فرق بامانه راح قال لي ابيعها يعلم المسيح. وكنا قدام عمود وراح مسك العمود واحد يخبط دماغه في العمود ارزع ويقول لك لا لا تلها لا تقتلني وهي مراتي ومحدش هيتجوزها غيري. كان فظيع. وطبعا في النهايه ما اعرفش اتجوز ولا لا زي الولد اللي قتل البنت دي مش عارفين. بس دي الحقيقه يقول لك ايه؟ كرهت الحياه. ليه كرهت الحياه؟ اخاف اني ان حد يقول لك كرهت الحياه لاني منظور حياته للحياه ضيق. هو شاب ودنيته ضيقه ومنظور حياته للحياه ضيق. عايز بس ابص معاك في جزئين في الكتاب مهمين لكلمه كرهت الحياه لاني بكلم شباب جامعه وشباب ثانوي الجمال قدامي. بص معايا ايوب وسليمان الاثنين بس اللي في الكتاب المقدس قالوا كرهت الحياه. ايوب 10:1 احفظ الشهادين دول. ايوب 10:1 وجامعه 2:17 و18 اثنين بس في الكتاب قالوا كرهت الحياه اللي هم ايوب وسليمان. والحقيقه العكس بعيد قوي 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 قوي. ليه أيوب ليه قال كرهت الحياة؟ أنا متوقع أن أيوب يعني في وقتها كان مضغوط قوي. ليه؟ فعلا 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 جاله 7 بلايا ورا بعض كلهم أصعب من بعضهم صح؟ بلايا من إبليس وبلايا من الموت وبلايا من السبائيين وبلايا من المرض اللي جاله. وكان أصعبه بمراته لما قالت له يعني عارفين بارك الرب وموت يعني يعني العب ربنا موت أو ببلد أنت عايش ليه؟ فكانت الدنيا صعبة. بس الأزمة في أيوب 10 روح اقراها اقراها معاك في الكلمات البسيطه دي. ايه اللي خلى ايوب اتضايق قوي؟ وانا بتوقع ان في عشرات هنا في القاعه ومئات والاف موجودين في السوشيال ميديا وفي القنوات الفضائيه هيقولوا قال لك كرهت الحياه لاني ربنا مش سامعني. لو عيان وربنا بيسمعني احتمل. لو مولود ببيت فقير وبقول له ربنا طب انا مولود في بيت فقير وتعبان وربنا يديني نعمه احتمل. طب لو دنيا صعبة ويعني عندي أزمة كده وربنا بيسمعني أحتمل. لكن عارف يا أساس المصيبة أيوة الدنيا ضدي وربنا كأنه في عالم تاني. بص معايا في أيوب 10 واقرأ معايا قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخاصمني. بص بيقول ربنا ليه وبعد كده بيقول له إيه أحسن عندك أن تظلم أن ترذل عمل يديك و تشرق على مشورة الأشرار. بص معايا الجاية ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظره. كمل معايا أيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي وتفتش عن خطيتي. في علمك أني بص بيقول ربنا إيه بقى في علمك أني لست مذنبا أنا مش مذنب ولا منقذ من يدك. ورح قال له كده الآية دي. ليه بقول لك الكلمات دي صديقي؟ في أشخاص واقفين قدام ربنا وبيقولوا ربنا إيه الآية دي انت مش بتسعني ليه؟ طب ما انت شايف ان انا ظروفي صعبة ودنيتي صعبة طب انت مش بتسمعني ليه؟ انا كأني بصلي لإله ما بيسمعش. هبص معاك في النهاية في الجزء الجميل ده بس نفسي اقول لك من كل قلبي لو انت بتظن انه ربنا ما بيسمعش دي جملة بسيطة عايز أقولها لك. أكبر كذبة إبليس بيقولها لمعظم الشباب يلا أخواتي كده اللي قاعدين في آخر صف أكبر كلمة إبليس بيقولها للشباب ربنا ناسيك مش واخد باله منك ومش سامعك ولا سيما لما يحطه كده في مقارنة يقول لك بص زميلك اللي في المدرسة اللي بيطلع الأول شوف قريبك ده اللي مش عارف بيلبس إيه وبيعمل إيه ربنا مش بيسمعك. طب ده ماشي لكن ايه رأيك في سفر الجامعة وبص معاه في جامعة 2:17 و18 واقرا معايا الجزء ده. في جامعة بقى الراجل الغريب قوي مين اللي كره الحياة هقف قدامه كده هقول له كرهت الحياة مين زيك عشان تبقى كرهت الحياة سليمان. بص كده بيقول له ربنا ايه يلا جامعة 2:17 و18 راح معايا قول معايا فكرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عملته تحت الشمس لأن الكل باطل وقبض الريح. بص 18
فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. أبص سليمان وأقول له كريت الحياة زي ده، أنت بتقول عن نفسك، بتقول عن نفسك متجوز، ومتجوز كام؟ 1000. وبعد كده اللي بيحتاج يروح لمغني مغني، ده انت عندك في القصر بتقول مغنيين. بص مش عايز اطول عليك، روح اقرا الراجل ده بامانه، لو روحت قريت ميدته في اليوم الواحد بحسب الايام الجميله اللي احنا عايشين فيها دي، اللي الدنيا رخيصه والزيت ببلاش والسكر والاكل ببلاش، ميدته لو حسبتها بحسب الايام دي، ميدته في اليوم الواحد بمليون، يعني السفره يتحط قدامه قدام زوجاته ودنيته ما يقارب مليون. روح في الكتاب المقدس وقراها. الراجل الفظيع ده بكل الاعمال اللي كان موجود فيها بيقول لك كرهت الحياه. كرهت الحياه ليه يا سليمان؟ قال الحقيقه مش لاني عندي نقص زي ايوب، ولا لاني عندي مشكله ومريض زي ايوب، ولا مراتي معتنين عليا زي ايوب، ولا مثلا انا كرهت الحياه لاني يعني ربنا مش بيسمعني. امال ايه؟ قال كرهت الحياه لسبب تاني، وانا عايز اقول لك النهارده اتحداك. ايه هي؟ قال عندي كل حاجة بس ما عنديش هدف عايش له، عندي كل حاجة بس حاسس اني تافه، عندي كل حاجة بس انا حاسس نفسي عجلة في ترس بلف طول اليوم مش عارف عايش ليه، صبحي زي ظهري زي ليلي، عايش في حياة رفت منها. فتقول له بس انت عندك 1000 زوجة، يقول لك ما هي برضو زوجة طويلة قصيرة عريضة تخينة رفقة، هي هعملها ايه يعني؟ ايه الزيادة؟ تقول له بس انت عندك مغنيات، يقول لك ما حضرت رقصة امبارح ورقصة النهاردة ورقصة بكرة. طب ما انت بتاكل، قال لك الملوخية زي العدس خلاص بقي كله الدنيا زي بعضه. طب وايه اللي خلاك كرهت الحياة؟ قال كرهت الحياة لان لقيت ما فيش في الحياة فايدة. روح ادرس هتلقى أغنى أشخاص في العالم في الوقت الأخير بينتحروا. السنة اللي قبل اللي فاتت لما كنا فيه واحد من أغنى البلاد بتقيم تاني بلد غنية وفيها سيفتي وأمان على مستوى العالم اللي هي ملبورن، بيقولك دي تسجلت في وقت كورونا تاني بلد فيها انتحار. كرهت الحياة. وأنا جاي النهاردة أوجه رسالة من على هذا المنبر لشباب بني مزار وللألاف اللي بيحضرون على السوشيال ميديا. كرهت الحياة؟ شعر ان مالكش هدف، سواء ان الظروف ظلماك وكسراك وشعر انك كرهت الحياة لان ظروفك صعبة، او كرهت الحياة معاك عربيات وفلل ودنيا وكل ما تشتهي عينك، بس شعر ان مالكش قيمة ومالكش طعم في الحياة والحياة مملة بالنسبة لك. انا النهاردة عايز ارفع عيني معاك واقول لك لغاية عدد 7. عارفين ليه الناس كرهت الحياة؟ ناس كرهت الحياة لانها بعيدة عن مصدر الحياة. الناس كرهت الحياة لأنها بعيدة عن مصدر الراحة. اسمع معايا واحد من أخطر وأسوأ الكلمات في الكتاب المقدس اللي عايز أقولها لك في واحد يعني فظيع في الكتاب المقدس. لما أبونا آدم جاب ولدين هابيل وقايين، وقال الكتاب المقدس عن قايين جملة رهيبة، يقول لك إيه؟ خرج قايين من لدن الرب، يعني طلع من محضر ربنا. وانا عندي سؤال ليك، اللي يطلع من محضر المفرح يبقى ايه؟ حزين. واللي يطلع من محضر يعني المبارك يبقى ايه؟ تعيس. واللي يطلع من محضر المجد يبقى ايه؟ عايش في ذل وهوان. ببساطه شديده الناس تعبانه وبتنتحر لانها بعيده عن الخطه اللي ربنا اداها لها، بعيده عن البركه. بس عايز اقول معاك بقى حاجه مهمه، لو ايوب شاف ده وعمل ده وشعر بده، تسالني سؤال، ايه اللي غيره؟ ايه اللي يرسم ابتسامه على وجهك النهارده؟ وانتوا بتسقفوا بايدين عاليه النهارده في الاجتماع وبتزغرط، كنت بسال الرب السؤال ده وعايز اساله ليك وعايز اساله اللي بيحضر في السوشيال ميديا، بتحضر من قلبك؟ يعني انت فرحان من قلبك؟ انت بتهتف من قلبك ولا عامل تمثيليه؟ انت اللي بتعمله ده حقيقي وعندك اكتفاء كده وفرحان ولا امورك صعبه؟ هقول لك ليه. قدام الرب في المنيا وفي الصملوط جنبيكم ما انساش الفكره الرهيبه دي والموقف الرهيب ده. كنا في مؤتمر كرازي رهيب ربنا ادانا فيه شباب زي الفل، وبعد ما خلصت الخدمه زي ما بعمل كده نزلت عشان اصلي وسط الشباب واطلب ربنا وسطيهم واصلي معاهم،
وبعدين لقيت صوت غريب قوي، لا هو صوت ترنيم ولا صوت صلاه ولا يعني صوت غريب كده طالع من منطقه كده. فقربت قربت 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 من الصوت ده لغايه لما لقيت بامانه ولد واقف وسط الشباب وهم بيصلوا ومش عايزهم يصلوا، وهم بيصلوا يبكوا وده واقف وسطهم يقول لهم ايوا 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 وبكل طاقته مش عايزهم يصلوا. انا بيني وبينك استغربت قوي، بس لما قربت له لقيته شاب يعني 23 سنه لابس جلابيه بيضة كده وجنتل يعني، وللامانه هو واقف عمال يقول كده، وانا جيت له من وراه ورحت ملفوف قدامه ورحت اطلف في وشه بص كده وي 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 وراح ساكت. انا ما رضيتش اكلمه، رحت حاطط ايدي عليه صليت له دقيقه وسبته ومشيت. خلصنا الاجتماع جه طبعا وشه الوان مش عارف يقول ايه، وراح واقف قدامي وقال لي ممكن اقعد معاك؟ قلت له الحقيقه انت مستهتر وما اقدرش اقعد معاك. قال لا بس انا عايز اقعد معاك. قلت له اخر قعده في المؤتمر لو عايزك وعجبك تسهر هستناك. وبامانه حصل كده، قعدت من بعد الاجتماع الساعه 9 10 بالليل لغايه 3 الفجر قعدت مع شباب على 3 كده. راح جالي اول ما قعد معايا قال لي عارفك زعلان. قلت له طبعا بس مش زعلان منك، زعلان عليك لان في وقت الحضور الالهي انت بتعمل كده. الولد حط وشه في الارض وقال لي اقول لك جمله. قلت له نعم. قال لي انا عايز انتحر واللي بعمله ده انا بفضي الفراغ اللي جوه قلبي والموت اللي جوه قلبي. قلت له طب ما تقول لي. قال لي انا ابن عمده وابويا جوزني 17 سنه عشان اجيب له نسل لان وحيد. قال لي وبامانه قدام ربنا الكلام ده من 20 سنه. قال لي يوم ما ابويا بيحب يفسحني بيروح رامي لي 5000 5000 دول كان يجوز واحد رامي 5000 يقول له روح اتفسح روح اضربهم في القاهره في اسبوع واضيعهم واجي. وراح واقف قدامي قال لي تصدق؟ قلت له اه. قال لي كل الخير اللي انا موجود فيه كل النعمه اللي انا موجود فيها دي انا كرهت الحياه وانا جاي النهارده منتحر. لما لقيت الناس بتفرح غيرت وقلت الناس بتصلي وانا تعيس. انا وقفت مسكت في ايده وايدي في ايده قلت له عايزك تؤمن بفكره النهارده. قال لي نعم. قلت له مش الفلوس ولا الجنس ولا العالم هو اللي يقدر يفرحك. رحت حاطط ايدي في ايده قلت له انت النهارده في ايدك انك تفرح او في ايدك انك تروح تنتحر. قال لي ازاي؟ قريت معاه الجملتين دول 8 و12. 8 بيقول ايه؟ اول فكره عظيمه بص فيها واقراها معايا في مش جامعه ايوب 10:8 بيقول ربنا ايه؟ رقم واحد في اله خلقك. انت مش صدفه، انت مش جاي للوجود زي ما بيضحكوا عليك ويقول لك ابويا قبل امي ابتسمت له ابتسم لها ضحك لها ضحكت له اتجوزها اتجوزته صدفه. انت مش جاي للدنيا لانه اتنين ارتبطوا ببعض ناموا على السرير جاب ولد. اول فكره انت محتاج تفهمها النهارده من قلبي وانت موجود في الاجتماع او معانا على السوشيال ميديا ده اعلان النهارده لازم تدركه ان ربنا جابك للوجود بخطه وانت مش مكنه مش صنيع مكنه. انت زي ما بيقول عنك الكتاب هاند ميد. في فرق كبير قوي. ايه هي؟ لما تطلع بره تلقى في نوعين من الساعات نوعين من اي حاجه بتشتريها. في حاجات اسمها تتعمل على مكنه. يعني بتعمل يعني مكنه تطلع 1000 ساعه مكنه تطلع 1000 شوزه. لكن في حاجات غاليه قوي اسمها هاند ميد وانا ده اللي عايز اقوله لك. بص معايا في الكتاب المقدس لانه بيقول كلام جميل قوي. يلا كده قولها معايا كده واقراها معايا. مش بيقول انا صنعت وكونت. عايز شباب بني مزار، عايز شباب مصر، عايز شباب السودان، شباب العراق، تونس، نفس الشباب الناطق بالعربية في كل جزء في العالم حتى اللي في أمريكا أوروبا وأستراليا يقروا معايا الكلام ده. ما بيقولوش كونت وصنعت، لا 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 لا. اسمع بيقول الرب إيه؟ وحتى مش إيدك، يداك كونتاني كل جميعا. ايديك عملتني كل ده، انت اللي عملتني. وبعد كده راح حط له في عدد 9 جمله اكبر او بيقوله اذكر انك جبلتني كالطين. ارميه 18 انا عامل زي الاناء كده اللي انت شكلتني. بص بقى العدد عدد 10 الاجمل قوي بيقوله رب ايه؟ الم تصبني كلبا. يعني حضرتك لما بتحب تعمل تعمل تعمل
أي نوع من الزبادي أو أي نوع من الجبنة، لا، في واحدة صغيرة واحدة كبيرة، واحدة مبعجرة واحدة متشكلة، واحدة طولية واحدة عرضية. جميل قوي قوي قوي. عايز أشاور عليه في الجزء ده وأقول لك إيه، صدقني كل جزء فيك جسديا مميز. شعرك جميل ده قصد، شعرك أكرد ده قصد، عينيك كبيرة ده قصد إلهي، عينيك صغيرة ده قصدك إلهي. أنت مخلوق في الوجود اللي احنا موجودين فيه بقصد إلهي عظيم وبشكل جميل. بس بص بقى عدد 11 بيقول له إيه، بيقول له كسوتني، كنت شايفك وانت في بطن أمي بتكسوني جلدا ولحما، نسكتني بعظام وعصب. أول فكرة نفسي أقولها لك من قلبي، أنت صنيع إلهي، أنت بطولك وعرضك، بطولك وعرضك بحياتك، أنت صنيع إلهي عظيم. عايز أكد عليك الحق ده، فعايزك تسلم على جنبك وتقول له أنت صنيع إلهي عظيم، أنت صنيع إلهي، شكلك وعملك وصنعك الفخار الأعظم. بس خلي بالك في عدد 12 ده بقى رهيب قوي، بيقول له إيه، واسمع معايا الفكرة العظيمة دي، بيقول له يا رب نعم صنعتني في منتهى الروعة والجمال، بس في واحد فقري أبو وش أسود النكدي اللي دايما مبهدل الدنيا، عمل إيه لما في الجنة ضحك على أبونا وأمنا وضحك على حواء وأكلت من الشجرة وأعطت آدم، قال لك أنا الحقيقة مع الخليقة حصل عندي ثلاث أزمات، خلقتني جميل بس اتشوهت، خلقتني بهدف بس الهدف ضاع، خلقتني برؤية بس الرؤية ضاعت، خلقتني بمجد بس المجد ضاع مني. اسمع معايا، وقال له ربنا ايه، قال له لما ضعت انا كنت محتاج لمنحة. واخواتي اللي بيحضرون على السوشيال ميديا وفي الاجتماع يعرفوا الجملة الفظيعة دي، منحة يعني ايه؟ لما يبقى عندك واحد فقير قوي وعايز يطلع امريكا يدخل كلية عظيمة، يقول لك عنده منحة دراسية، يعني هبة مجانية لشخص فقير لا يستحق. فبيقول له ربنا منحتني، منحتني ايه؟ قال له منحتني ثلاث حاجات، واحد حياة ورحمة وحفظ. قولهم معايا، حياة ورحمة وحفظ. قولهم معايا مرة تانية، حياة ورحمة وحفظ. وأنا عايز أقولك النهاردة، نفسي تطلع من الاجتماع وانت بتقول التلاتة دول وتقول الفكرة الرابعة اللي قالها الراجل الجميل ده وتصلي بيها. أول حاجة عايز أخليك تقولها من قلبك، رقم واحد منحك حياة. ليه؟ لأن الخطية خلت كم رهيب من الشباب في موت، لانه مش بيقول له منحتني حياه معناها ان انا باكل واشرب وانام، لا، باكل واشرب وانام مش دي الحياه. وابو الاب في لقا 15 شاف ابنه جاي من بعيد وهو بياكل ويشرب وبيتمشى وكل الدنيا، وقال ابني هذا كان ميتا فعاش. طب كان ميت ازاي؟ قال في شباب في العالم ميتين محتاجين حياه، بس مش ميتين بالجسد، ميت بالذنوب والخطايا. يعني ايه ميت بذنوب وخطايا؟ شاب قدامك زي الفل بس دخخني، بنت قدامك زي الفل بس بتاعت علاقات ونجاسة، شاب قدامك وجميل ورائع وزي الفل بس مدمن والدنيا في منتهى الصعوبة، بنت جميلة قدامك وزي الفل وهي شريرة ونجسة. من أيام بسيطة قدام ربنا رحت أخدم في واحدة من الاجتماعات ولقيت واحدة بنت قاعدة قدامي في منتهى الروعة بس عاملة زي الحديدة في الصلاة، لا قادرة تصلي ولا قادرة تعبد ربنا ولا قادرة تعمل حاجة. سبتها وبعد كده جات صلت معايا وسبتها وجات فخرت معاك لما خليني صريحة معاك يا أسيس علشان أعرف أصلي من قلبي. وتفضلي، قالت لي أنا ميتة 100%. بقولها ليه؟ قالت لي 9 سنين من أول ما خدت سجارة وأنا مدمنة دلوقتي سجاير، وأنا بنت قدامك مدمنة سجاير واتفضحت والدنيا مالية مالية، الدنيا سوق وأنا متدمرة، أعمل إيه؟ وراحت بصيت لي كده قالت لي ممكن تصلي معايا عشان ابطل. قلت لها مش بصلي مع حد عشان يبطل، انا بصلي معاك لاجل هدف اعظم، ربنا يديك حياه. عشان كده افسس 2 يقول الجمله الجميله دي، وانتم اسكنتم امواتا، وانتم اسكنتم امواتا، شايف شباب منكم بتقول معايا، بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا
حسب ظهر هذا العالم. انت جاي ماشي على رجليك بس تقرير السماء عنك انك ميت. فقال له لما رجعت لك منحتني حياة. لكن رقم اتنين ورحمة. ورحمة حياة من الخطية لكن رحمة منين؟ وانا عايز اصلي ليك من قلب الفكرة دي، يرحمك من ابليس. معظم الجمل اللي جات في الكتاب المقدس مرتبطة بكلمة رحمة، جت بمعنى كلمة رحمة من عدو سيء في الوجود اسمه إبليس. روح كده أقرأ الكتاب المقدس. أب جاي يبكي على ابنه، جاي يصرخ على ابنه، بيقول لربنا في 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 مرقس 9 لقى 9 بيقول له جبت ابني لتلاميذك وما عرفوش يحرروه، عليه روح شرير يمزقه، كثيرا ما ألقاه في النار والماء، اسمع الكلمة الجاية، ليهلكه. حط عينه في عينين ربنا قال له إن كنت تستطيع أن تفعل شيئا فأعني. لقى 15 أم مسكينة جابت للرب بنتها وقالت له ارحمني يا سيد يا ابن داود. إيه الفكرة؟ قالت له ابناتي عليها شرير مالها؟ قالت له بنتي مجنونة جدا. يعني إيه بنتي مجنونة جدا؟ كل يوم بيجيني تليفون من أب وأمي يسلم عليا يقول لي يا أسيس، أقول له نعم، يقول لي أنا كأني شايف ابني ده مجنون. امبارح بيقول لي طب الواد اتطرد من المدرسة ولا كأنه حاسس. أمي بتقول لي ربطتها في البيت وأنا بقول لها يا بنت الواد اللي معاك ده بيضيعك، 45 سنة بيضحك عليك، مجنونة. أب بيقول لي أهبل تلت عدالي يقول بحب يا بابا أعمل له إيه، مجنون. اسمع معايا، بص معايا الكتاب المقدس بيقول له إيه، ابنتي مجنونة جدا. وأنا عايز أقول لك جملة رهيبة النهاردة، من موتك محتاج حياة بس أنت محتاج رحمة من واحد متسلط على حياتك اسمه إبليس. إبليس بيدمرك وكل يوم بيخليك بتعمل حاجات لو رجعت لنفسك هتبص لنفسك وتقول أنا مجنون ولا عاقل. واحد من الشباب اللي ربنا غيرهم وادهمني وبعد كده كان شاره في السجاير، كان بيشرب 3000 سجاير، بعد كده رحنا كده مشوار بسيط أنا هو معرفناش نركب غير ميكروباص، وهو راكب في الميكروباص واحد جنبه راح مسك علبة سجاير وجاي ولعها، قال له أبوس فوق إيدك مش طايق ريحتها، وكان لسه جاي للرب من مدة 20 يوم. فبصيت له قلت له واه بوي يا لهوي، 20 يوم كنت بتشرب في اليوم 3000 سجاير؟ قال لي يا أسيس، قلت له نعم، قال لي أنا مش طايق ريحتها، وحط وشه في عيني وقال لي الجملة دي، قال لي أنا مش عارف إزاي كنت مجنون بولع في نفسي يوميا وأنا مش واخد بالي. أنت محتاج منحة النهاردة ربنا يديك حياة من موتك، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لكن أنت محتاج لرحمة، الرب النهاردة يديلك رحمة. عارف يعني رحمة؟ يجي الرب يشيل سلطان إبليس، إيد إبليس من على حياتك. بس خلي بالك، خلي بالك التالتة، والتالتة دي تهمني قوي وعايزك تقف معاها جدا قدامي عشان أجيب رمية واحد وأقرها معاك قوي. منحتني حياة ورحمة، بص التالتة، وحفظت عنايتك روحي. قول معايا بصوت عالي، وحفظت عنايتك روحي. يعني حفظت عنايتك روحي؟ اسمع معايا، انت محتاج حفظ. حفظ من ايه؟ وعايز اقولها لك من قلبي يعلم الله، ونفسي انزل احط دي على كتفك، انت محتاج حفظ من نفسك. يعني حفظ من نفسك؟ مين بيعورك؟ انت بتعور نفسك. مين بيدمرك؟ انت بتدمر نفسك. مين بيودي الشباب في داهيه؟ طب بص معايا في الكتاب المقدس واقرا معايا الكلمات دي. لما الكتاب يقول لك عن مجنون كرة الجدرين في لوقا 5، لما كان بيمسك حجر يا دكتور مارك، بيمسك حجر ويجرح في نفسه، مين كان بيجرحه؟ مين اللي مسك الحجر؟ حاجه مسك الحجر، فيش حد حواليك، طب بتضرب مين؟ قال لا مش هضرب حد، امال بعمل ايه؟ انا بعور نفسي. طب بتعور نفسك ليه؟ قال لك لانه منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. لو ربنا ما حفظنيش هبقى بشوه نفسي. بص معايا في واحد من أخطر الأجزاء أنا ببعته للملايين والألاف اللي بيحضروا معانا، لأن الجزء ده يهمني جدا. بص معايا في رومية 1،
روميا 1:24-26 حب الجزء ده من قلبي. ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقول لك في التلات آيات دول حاجة رهيبة. أصعب عقاب إلهي في حياتك إنه ربنا يسيبك تعمل اللي أنت عايزه. إنه يقول لك حب تدخن خلاص. حاولت أقول لك 100 مرة أنك أنت بتأذي نفسك وأنت مش عايز. عايز تعمل إيه جنس؟ ناس اسألنا الأيام دي كيف ربنا في السماء قاعد ويسيب الناس بتوع الشاذ جنسيا دول؟ كيف ربنا حتم الكون وقدام عينك تشوف حاجة غريبة قوي، ولد بقي ولد وبنت؟ كيف ربنا اللي حتم الكون ده كله وسايب شباب بيعمل اللي بيعمله ده؟ هقولك ان في 3 آيات مهمين جدا، اسمع معايا. روميا 1:24-26-28 بيقول ايه؟ اسلمهم الله، 24، اسلمهم الله الى ايضا الى شهوات قلوبهم الى النجاسة. وانا عايز اقولك أكبر تأديب ربنا يقول لك سبتك لشهوة نفسك لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. أقول لك بلغة تانية، أنت مش بتهين أبوك، أنت مش بتهين أمك، أنت مش بتهين العيلة، أنت مش بتهين ربنا، أنت بتهين نفسك، أنت بتهين ذاتك، أنت بتهين إنسانيتك، أنت بتهين كرامتك. اسمع بقى الأصعب قوي قوي في 26 يقول لك إيه؟ أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي هو على خلاف الطبيعة. كذلك عدد 27 الذكور أيضا تاركين الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم فاعلين الأحشاء ذكور بذكور. وأنا عايز أقول لكم جملتين، بص كده وأنا بكلم الشباب وبصدها من كل قلبي، ما تدكش إيدين للعدد السرية، ما تدكش عينين تبقى آلات بورنوغرافي، ما تدكش لسان يبقى بتاع معاكسات على كل نصية، ما تدكش ذهن يبقى للإباحية والتفكير كل ليل في النجاسة. اسمع، اوعى تسلم نفسك للشر. بص بقى الستة 28 الأكبر قوي يقول لك ايه؟ وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، والأبقوا مين؟ أبقوا إبليس وأبقوا نفسهم. اسمع، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. وأنا عايز أقولك الجملة الرهيبة، ليفعلوا ما لا يليق. أقولك من قلبي، إنك تقف على ناصية شارع شرير تبقى عكس في الرايح واللي جاي، لا يليق. إن جسدك المميز للرب الدهولك لكل اللي رايح واللي جاي يلمس فيه لا يليق. إن عينك المقدسة تبقى في أجساد البشر داخليا وخارجيا لا يليق. إن فمك المقدس اللي ربنا خلقه تديه للسيجارة لا يليق. إن كيانك يبقى للإدمان لا يليق. اسمع معايا، أنت محتاج النهاردة 3 حاجات عشان تتغير. ارجع مرة تاني لي أيوب 10:12، منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. وأنا عايز أقولك ده اللي عمله الرب في الجلجوسة معك. أيوب 2:10 ده عمل الجلجوسة. يا ساكني أمريكا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا وأسيا، سنتر التاريخ هو المسيح يسوع والصليب، سنتر تغيير العالم هو يسوع المسيح والصليب والقيامة. ليه؟ لأنه في الصليب حل لك الثلاث مشاكل دول. 1، بموته ادك حياة. هو راح للصليب علشان يموت، وهو كان بيموت مش الغرض الموت، لكن بموت يسوع على الصليب أعطاك حياة. عندك أعظم منحة في الوجود النهاردة إن تيجي بموتك عند الجلجسة وتحط موتك عند الصليب وتقول له أنا ميت بالذنوب والخطايا عايز أتغير. لكن مش بس كده، منحك حياة لكن منحك كمان رحمة. يعني يرحمك؟ أصلا عايز أقولك الوحيد اللي قدر يحط الإبليس حد وقال عنه الكتاب المقدس جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا هو يسوع.
عايز اقول لك اعظم قصه النهارده لو شعر ان ابليس بيذلك سمعتها من زمان والحقيقه عايز اقولها لك من قلبي. واحد حكاها قال الجمله دي، قال في حل وحيد لما يجي ابليس يخبط على بابك. اول ما ابليس يخبط على بابك خد ابليس تعالى للرب وقول للرب من قلبك يا رب ابليس بيخبط على باب قلبي، ممكن تقوم تفتح انت؟ الوحيد اللي غلب ابليس في الجلجسة هو يسوع. الوحيد اللي حط ابليس في الظلمة حد هو يسوع في الجلجسة. استلت حاجة جميلة عايز اقولها لك، منحتني حياة ورحمة. مين اللي يحفظك من نفسك؟ هقول لك من قلبي، وده اللي انا شفته في حياتي بنعمة الله وحياة ملايين. اول ما المسيح يدخل حياتك ويغيرك يبقى هو ملك حياتك، واول ما الرب يكون ملك حياتك يحفظك. اسمع الكتاب المقدس قال ايه؟ اقول لك الاعلان العظيم اللي قاله الكتاب المقدس يا عبيس في عبيس 12 في اخبار الايام الاول 12 14، قال الاعلان الجميل ده. قول له معايا بصوت عالي، ليتك تباركني توسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. بس انا عايز اقول لك كلام مهم قوي نفسي تخلي بالك منه. اخر جزء في ايوب 10 عايزك تبص فيه معايا وتقراه، لان الجزء ده مهم قوي في عدد 18. وانا عايز اطلعك من الاجتماع النهارده مش انت شخص متغير، لا انا عايزك تطلع من الاجتماع بهدف اعظم. بيقول له ايه؟ بص معايا، فلماذا اخرجتني من الرحم؟ عايز انزل دقيقه وسط الناس واقول له الكلمات دي. يعني لماذا اخرجتني من الرحم يا رب؟ نعم انا كنت باذي نفسي وكرهت الحياه، صح، وانا عرفت هدف حياتي انك منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايتك روحي، صح. غيرتني ليه؟ عشان تحطني فازه في البيت؟ لا. غيرتني ليه؟ عشان يقولوا لي يا اخي فلان؟ لا. غيرتني ليه؟ عشان ابقى شاب كيوت، صدقني ده هدف جميل بس مش ده. غيرتني ليه؟ علشان لما اقف كده مع اخونا ديفيد اقول اتبناني ورضي بيا؟ لا. هما ربنا غيرني ليه؟ اسمع معايا الكلمات الجميله دي اللي قال له الجزء العظيم ده، اسمع اسمع واقراها تاني معايا. لماذا اخرجتني من الرحم؟ وعايز اقول لك ثلاث افكار كده حطهم في قلبك قوي. في منطق الناس وفي منطق ابليس وفي منطق الله، وانت تختار الليله تعيش باني منطق. واحد، منطق الناس، ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. يعني يا مضيع يا سيس بطول العرض، انا مضيع بطول العرض، انا ماكل واشرب وانام وحط رجل على رجل والدنيا زي الفل، ويقولوا لي مدرسه اقول لهم تغور ماكل واشرب وغدا نموت. دماغ حيش دماغ. اسمع اقول لك الجمله دي، انت عايش بمنطق البشر ومنطق البشر تافه، بس في منطق تاني الابليس بيقول ايه؟ مش بيقول ناكل ونشرب وغدا نموت، لا، بص معايا في العدد اللي بعديه عدد 20 بيقول له ايه؟ ظل الموت. يعني ايه ظل الموت؟ في ناس مولوده علشان تعيش منطق البشر في التفاهه، في ناس مولوده. وعايز اقول لك هو ختم على نفسه وقال انا للجحيم الابدي، مضى على نفسه كده كتابة وقال أنا للجحيم الأبدي، أنا للموت. وعندي قصص رهيبة وعايز أحكيها من قلبي معاك، وأقول لك أمام الرب رجالة وستات وشباب وشابات. ولما كنت ساكن في البيت اللي أنا فيه بدون إطالة كانت ست قدامنا، ست دي كانت بعيدة عن ربنا جدا، يعني عايز أقول لك بناتها قديسات، بنت من بناتها وهي ماشية كده في الشارع كان ربنا بيستخدمها تخرج شياطين، ولما سمعت انه ما بتموت جات لها مخصوص وعملت اوقات صلاه طويله قدام ربنا امام الرب. كنا فترات صلاه بنصلي اخر ليله قبل ما الست دي تموت. يشهد الرب على كلامي، انا حاضر وشاهد عيان على هذا الموقف. رحنا نعمل فرصه صلاه وانا كنت في الشفت الاخير بتاع الصلاه، كان الكلام ده من الساعه 12 ل 2 الفجر، والست قاعده جنبينا بتطلع في الروح، واخ كان معانا جميل خادم للرب حلو، قرى الايه بتاعت الفأس وضعت على رأس الشجرة، وتوقعت إنها خلاص هتموت بسبب الإعلان ده، وركعت جنبها ومسكت إيدها وقعدت أصلي معاها من كل قلبي، وآخر دقايق مسكت إيدها وقلت لها
أمي عشان خاطر الرب أبص فوق إيدك، أنا شاب زي ابنك بتوسل إليك تدي حياتك للرب وتتوبي. أفتكر يشهد الرب على كلامي، راحت سحبة إيدها من إيدي وقالت لي يا ولدي الأبدية والحياة مش للي زينا، أنا عارفة نفسي الجهنم. بكيت قدامها وقلت لها ليه ده يسوع مات من أجلك؟ قالت لي أنا عارفة نفسي الإبليس والجهنم. روحنا بيتنا والساعة 4 الفجر وقلنا صراخ في الشارع رهيب، وهي بتقول نار جحيم جايين ياخدون شياطين، وذهبت المسكينة إلى الجحيم الأبدي. اوعى تعيش حياتك بمنطق نفسك نأكل ونشرب وغدا نموت. اوعى تعيش حياتك بمنطق إبليس إنك للجحيم. لكن عايز أقولك الجملة دي واختم بها كلامي، عيش لمنطق الرب اللي قال فيها الكتاب مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. أنزل مرة تاني معاك وأقولك الكلمات دي، أنت مخلوق لهدف عظيم، أنت مخلوق لخطة سماوية ينقلك من أنك تكره نفسك لتحب نفسك وتحب حياتك وتحب الرب وتحب أبديتك. يمنحك النهاردة حياة ورحمة ويحفظك من نفسك، يغير كيانك. لكن اسمع معي من قلبك، يقف النهاردة الرب على كتفك ويقولك أنت مش تافه، أنت مش تافهة. من جمعية بني مدار ببعت للعالم كله هذا الجيل مش جيل تافه، هذا الجيل جيل فعال، هذا الجيل جيل مميز. بس اسمع تميزك يبقى فين؟ ان الرب النهاردة يجي يحط يده على كتفك، يجي الرب يمسكك النهاردة تعالى ويحط ايده على كتفك، وزي ما الرب عمل مع شاول بص على شاول وقال له الكلمات دي، شاول شاول، قال له نعم، قال له لماذا تضطهدني؟ قال له مين انت يا سيد؟ قال له انا يسوع اللي انت بتضطهده. رب حط عينه في عينه كده من السماء وقال له الكلمات دي، صعب عليك ان ترفس مناخس، انت بتأذي نفسك، انا عايز اغيرك. بص شاول الرب وقال له طب عايز ايه يا رب مني؟ قال له عايزك ليا، عايزك ليا. وقبض السيد الرب في ايد شاول وهو بيصلي حصن مع شاول، اعظم منظر في الوجود، هو بيبكي، كان في قشور على العين، كان في قشور على العين. شاول كان بيكره نفسه فبيأذي الكل، منحه في هذا اليوم حياة ورحمة وحفظت عناية روحه. بس صنع حاجة أعظم، أول ما العينين وقع من عليها القشور وفتح وراح رفع إيده، كان دايما بيقول ماذا تريد يا يهود أن أصنع؟ ماذا تريد يا شاول أن أصنع؟ ماذا تريد يا بشر أن أصنع؟ ماذا تريد يا مجلس السنهدريم أن أصنع؟ بس يوم ما تغيروا بإلى الرب رفع عينه للرب وقال له أعظم جملة، ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ وشاول صار بولس الرسول اللي كتب 14 رسالة ولف العالم. بستخدم مع الكلام وأقولك الجملة دي، وراح يصلي المميز الجميل حنانيا والرب قال له الجملة دي، عايزك تقولها على نفسك ولا على أخويا، هذا لي، قول معايا بصوت عالي، هذا لي إناء مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. اسمع عايز أقولك الجملتين دول وأقولهم لأخويا وقف بعدها على طول أصلي معاك، يلي النهاردة جاي بتحمل نميمة، يلي النهاردة إناءك بيحمل إدمان وشر، يلي إناءك بيحمل نجاسة وبرنو، يلي إناءك النهاردة شايل إثم رهيب. جت الليلة إنك تيجي عند صليب يسوع المسيح، ربي يفضي الإناء ده ويغسله، وبدل ما أنت حامل كل ده من الليلة تقول أحمل اسم يسوع باسم يسوع، تحمل اسمه لمدرستك والكليتك والجامعتك. شكرا ليك، ارفع ايدك للسماء قول الجملة دي وقف اصلي معاك، قول باسم يسوع، قول معايا باسم يسوع، انا ليا هدف في الحياة، ربنا كونني وصنعني وخلقني. ارفع ايدك وقال يوم باسم يسوع،
يمنحني حياة ورحمة وحفظ باسم يسوع. ارفع ايدك وقول انا مخلوق لهدف. انا مش اناء للهوان ولا للنجاسة ولا للخطية. انا اناء للكرامة. اقف معنا وصلي. اقف معنا وصلي. تفضل اقف معنا وصلي. تفضل. تفضل يا اخويا ديفيد. انا عايزك تصلي معايا. عايزك تصلي. ده اللي انا عايز اكده لك النهاردة. مش مخلوق تكره حياتك. صلي 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 صلي. مالك مالك؟ كرهت الدنيا وكرهت الحياة وكرهت الوجود. كرهت كل حاجة. لا 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 لا. غمض عينك النهاردة. سودها العدو في وشك. عايز كل الاجتماع يصلي. عايز القادة اللي فوق واللي تحت يصلوا معايا. مالك النهاردة بتقول كرهت الحياة ليه؟ بتسيب للفشل لسانك ليه؟ زي ما قال الكتاب في أيوب 10. بتسيب لسانك للفشل ليه؟ بتشكي بمرارة روحك ليه؟ قاعد من طول الاجتماع وبتنكت وتهزر وتعبان كده. ما تقول النهاردة مالك 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 مالك. عايزك تقف النهاردة قدام نفسك وتسأل نفسك. انت كرهت الحياة بسبب ظروفك الصعبة ولا كرهت الحياة بسبب انك مالكش هدف، مالكش كيان، عامل زي سليمان. وانا عايز اسألك النهاردة من كل قلبي. لا لا، غمض عينك وصلي. غمض عينك وصلي. انت مخدوع في اني حتة؟ متألم وتقول ظروفي صعبة، ابويا وامي وظروفي ولبسي وماضية ومستقبلي، بتقول او بتقول حاجة تاني. كم علبة سجاير دخنت ولسه كئيب؟ كم علاقة مع ولد عملتي ولسه كئيبة؟ كم فيلم اباحي حضرت ولسه لغاية دلوقتي انت بتكره الحياة وكئيب؟ عايز اسألك النهاردة عامل زي سليمان. ألف زوجة ومغنين ومغنيات وتنعمات بين البشر، أكل وشرب ونوم وعز، بس أنت كئيب. وأنا عايز أسألك النهاردة، كم بنت عكستها؟ كم إيد لمستها؟ كم موقع إباحي حضرته؟ كم أغنية حضرتها؟ كم فيلم هيستوري حياتك؟ أفلام إباحية، نجاسة، أغاني، وأنت لسه لغاية دلوقتي كئيب. ما تفوق النهاردة. كان غيرك أشطر إنه يخرج بنفسه من الحياة وهو منتصر. كان سليمان أشطر اللي ما حدش قبل ولا بعده النهاردة. لكن أنا جاي أقولك حاجة مختلفة. لا سليمان أشطر ولا أيوب أشطر ولا بولس أشطر ولا جرجس أشطر ولا ديفيد أشطر. في إله أشطر صنعك. في إله أشطر كونك. في إله أشطر قال عنه يداك كونتاني وصنعتاني. في إله أشطر وهو بيخلقك لما عمل نفسك، لما عمل النوز بتاعتك الكبيرة اللي مش عاجباك، كان بيقول لك نفس حياة. في إله أكبر كان وهو بيعمل شفايفك، هو بيعمل شفايفك دي الكبيرة اللي ممكن تبقى عاجباك أو مش عاجباك أو الصغيرة، كان بيقول الفم ده للعبادة. هو بيعمل قلبك كده وشرايينك الأورطة وكان بيقول القلب ده للنبض الإلهي، ينبض 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 بالتسبيح. وهو كان بيعمل زنائير ذهنك. هو كان بيعمل الفص الأيمن والأيسر. كان ده بيقول ده لفكري وده للكتاب وده مخزن للعبادة وده مخزن للصلاة. كان بيصنعك النهاردة. وعايزك تقف النهاردة. وعايز كل الاجتماع بلا استثناء يرفع ايده للسماء. لو سمحت غمض عينك وارفع ايدك للسماء. قول له عايز منحة الليلة. اللي في القاعة، اللي في الدور الثالث، اللي في الدور الرابع، صلي معايا. قول له عايز منحة الليلة. الالاف اللي على السوشيال ميديا، قول له عايز منحة الليلة. قول بكل صوتك لو سمحت معايا. انا مش فاشل. انا مش للخطية. انا مش للزهق. ارفع ايدك قول انا مش للانتحار. ارفع ايدك النهاردة. وقف سكة الانتحار اللي انت رايح فيها. يمكن لسه فاتح السوشيال ميديا او قناة الكارما ورب بيقول لك سيبك من الانتحار، سيبك من البرشامتين اللي في ايدك، سيبك من المشرط اللي في ايدك، سيبك من المشرط اللي انت حطاه لنفسك ولنفسك، سيبك من تغيير اسمك ولا تغيير دينك هيريحك النهاردة. عايز اقولك من قلبي، ارفع ايدك استقبل منحة من ربنا النهاردة. استقبل منحة من الجلجسة. ارفع ايدك شاور على الصليب معايا واستقبل منحة من الجلجسة النهاردة. استقبلي منحة من الجلجسة النهاردة. يا مسود يا ابو اسود، يا اللي جاي النهاردة الاسود مش برا، الاسود جوه. استقبل منحة من الرب النهاردة. يمنحك الرب النهاردة. يمنحك حياة. ارفع ايدك النهاردة اقول كفاية موت يا رب. كفاية موت السجاير. كفاية موت البورنوغرافي. كفاية موت العادة السرية. كفاية. أيوة صلي. قول للرب زهقت الليلة. كفاية موت اللي نشب مخالبه في كياني، جوه أعماقي، جوه كياني،
جوه كياني نشب الموت اعماقه. ايوه ايوه غمض عينك صلي بصوت اسمعه النهارده كده قول له الموت نشب مخالبه فيا, الموت نشب مخالبه فيا, انا ميت يا رب انا ميت بعترف لك. قول له احلامي ميته, احلامي ميته. بتحلم ايه بالليل ببنت ونجاسه وخطيه يا اخي؟ فوق فوق النهارده, حتى الاحلام بقي فيها موت منحتني حياه ورحمه. ارفع ايدك للرب كده قول له عايز رحمه الليله, حمني النهارده. ليه انت بالذات من وسط المئات؟ لان الرب عايز يديك رحمه النهارده. قول له ارحمني من ابليس الليله, ارحمني من ابليس الليله, بيدمرني, بيدمر عمري, بيدمر حياتي, بيدمر مستقبلي, بيسرقني الليله. انا واخد اعلان من الرب النهارده على قناه الكارما, في عشرات من الاباء والامهات بيحضرونا, عايزك ترفع ايدك معايا وتتحد معايا للصلوه دي لسنه جايه وسنتين جايه. ارفع ايدك كل الرب ارحم ابني من الادمان. يا ام يا اللي قاعده قدام التلفزيون ابكي معايا, سيبك من النسكافيه واللي انت في ايدك, ابكي معايا قول للرب ارحم ابني من الادمان, ارحم بنتي من النجاسه, ارحم ابني وبنتي من الطلاق, ارحم ابني وابني وبنتي اللي بقي بيتهم ملعب للعدو. ارحم الليله يا رب, منحتني حياه ورحمه. قول له عايز منحه النهارده, منحه النهارده, منحه رحمه, منحه رحمه الليله يا رب, رحمه 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 رحمه. ارفع ايدك قول له انا مش قد ابليس, انت قد, انا مش قد العدو, انت قد, انا مش قد العدو اللي بيدمر بيتي واولادي, انت قد, انا مش قد الشرير, انت قد الليله يا رب, انت قد الليله يا رب, انت قد الليله, انت قد. وقف عند حد الليله باسم الرب يسوع المسيح. ارفع ايدك للسماء, ارفع ايدك للسماء يا اللي عشاش, ارفع ايدك للسماء النهارده قول له لا تسلمني لشهواتي, لا تسلمني لرغباتي, لا تسلمني لاهوائي, لا تسلمني لنفسي, لا تسلمني لمتطلباتي. قول له النهارده يا رب غير صلاتي, غير صلاتي, غير طلباتي وشهواتي ورغباتي النهارده. ترفع ايدك وتقول لست لذاتي وشهواتي. ترفع ايدك النهارده وتقول للرب انا ليك يا رب. ايوه شايف دموع, عايزك تصليها من قلبك, من قلبك, من قلبك, من قلبك, من جوه, من جوه كيان اعماق قلبك الداخلي. عايزك ترفع ايدك النهارده وترفع ايدك وتقول له كفايه عشت لنفسي, كفايه عشت لنفسي. يا اللي مش لاقي لحياتك اي معنى, ايوه عايش, ايوه عايش, بس عيش بطعم موت. كل ما بتفوق من جراحك كل يوم بتلقى طعنة, الالم باين عليك, الالم باين عليك, الندم مالي عينيك. قم تعالى للي حبك النهارده, قم تعالى للصليب, قم تعالى للصليب. قل له النهارده انت مت بدالي, انت مت بدالي, انت غيرتني. شايف دموع كتيره في عين الناس النهارده, ايوه عايز تصلي النهارده وتقول له الكلمات دي. لماذا اخرجتني من الرحم, عملت ليا خطه عظيمه. اسمع معانا الكلمات اللي مشغول بيها اخويا ديفيد يصليها, صليها معانا من قلبك. على قلبي وخطاياي أنا محتاج يا إلهي أتغير من جواي, مد إيدك يا إلهي على قلبي وخطاياي أنا محتاج يا إلهي أتغير من جواي, أنا محتاج لمساتك اشفيني بكلماتك, يلا صليها, دب في روحي حياتك, انا جاي لك بدموع, من قيدي اطلقني, كسر ابواب سجني, ارجوك رب الحقني, خلصني يا يسوع, مساتك اشفيني بكلماتك, دب في روحي انا جاي لك بدموع, من قيدي اطلقني, كسر ابواب سجني, ارجوك رب الحي بصمات الهيه, خلصني يا يسوع, انا جاي لك بالحاله اللي محدش يقبلها, اصلك قلت تعالى, قلت تعالى وح...
حالتي تتحملها. أنا جاي لك بالحالة اللي محدش يقبلها. أصلك قلت تعالى حالتي تتحملها. أنا محتاج لمساتك بكلماتك حياتك. أنا جاي لك بدموع بنقضي اطلقني كسر أبواب سجني. أرجوك رب الحقني خلصني يا يسوع. خبيني في صليبك واسترني في دماك. ازاي اعيش واسيبك وانا افراحي معي لما بعده كلنا. خبيني في صليبك واسترني بدماك. ازاي اعيش واسيبك وانا افراحي معاك. انا محتاج لمساتك اشفيني دب في روحي حياتك. انا جاي لك بدموع بنقضي اطلقني كسر ابواب سجني. ارجوك رب الحقني خلصني يا يسوع. عايزك تصلي معايا. عايزك مرة تاني تفكر في كلمات أيوب 8. أيوب 10 هو بيقوله في عدد 8 الكلمات دي. ارفع ايدك كده قوله يداك كونتاني وصنعتاني. خسرتني في بطن أمي. قوله كسوتني عصبا. كسوتني عصبا وجلدا. ارفع ايدك النهاردة قوله ما عملتنيش علشان أبقى إناء للهوان. ارفع ايدك كده قوله ما عملتنيش عشان ابقى شرير. ما عملتنيش عشان ابقى للخطية. ما عملتنيش عشان ابقى للهزار والهرجلة والهرتلة. ارجوك ربنا عايزك النهاردة غمض عينك كده قدام ربنا. الشباب اللي موجودين ورا صلي يا اخي. ابكي امام الرب. ربنا عايزك النهاردة فوق فوق فوق. صلي النهاردة وقول للرب النهاردة انا صنعت ايدك. انا هندمت. أنا معمول للبركة وللنعمة وللتشجيع الإلهي. غمض عينك النهاردة وصليها وارفع إيدك للرب. خد الثلاث من حد دول عند الصليب. اجري عند الصليب النهاردة. اجري عند الجلجسة النهاردة. اجري عند الجلجسة والصليب معايا النهاردة من قلبك. وعند الجلجسة والصليب الله يخليك. ارفع إيدك النهاردة قول له حياة الليلة يا رب. حياة الليلة يا رب. ارفع إيدك قول له حياة الليلة. مش هروح ميت النهاردة. حياة. لكن ارفع ايدك قول ارحمني من ابليس. ارحمني من خططه. ارحمني من اعماله. ارحمني من نجاسته. ارحمني من شره النهاردة. ارحمني وامسك في يدي الليلة يا رب. غير قلب الليلة. اخلق فيا قلب جديد. انا غالي عليك. عايزك ترفع ايدك للرب النهاردة وتقول له انا غالي عليك بحق صنعك ليا. أنا غالي عليك بحق موتك من أجل في الجلجسة. أنا غالي عليك لأن إيديك كونتني وصنعتني. أنا غالي عليك لأنك لسه لغاية النهاردة بتمنح حياة ورحمة وتحفظ عنايتك أرواحنا من اللي احنا بنعمله في نفسنا الليلة وتيجي تاخدهم من عند الصليب. صلي معايا الكلمات دي وانت بتقوله أنا غالي عليك. رغم أني قليل في عينيا بس مش قليل في عينيك. رغم أني مليان خطية بس عندك الشفاء الليلة. رغم اني ماضيه بيسلني النهارده بس انت عندك لي عندي ليك مستقبل جديد النهارده. سلم على الكلمه. وضعيف قدام اي خطيه وشعوري بالذنب مليء وحياتي فتره. مره تاني. رغم اني قليل في عينيا. رغم اني قليل في عينيا وضعيف قدام اي خطيه وشعوري بالذنب مليني وحياتي
فترة ومطفية والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني الماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني وما فيش حاجة تسر القلب لكن ثقتي حبك لي انا غالي عليك غالي عليك ربي انا غالي عليك انا غالي عليك غالي عليك يا يسوع انا غالي عليك من قلبك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي علي رغم اني عهدتك ارجع بس صدعت يا رب لكني ما عدتش انفع لك ده ما فيش شيء صالح فيا مؤكد في جهنم هالك لا اديتك فرصه تكلم ولا في ظروف الصعبه مني كان هياخدني يقضى عليا انا غالي عليك غالي عليك ربي انا غالي عليك من قلبك غالي عليك ربي انا غالي عليك من قلبك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا جوا قلبك وشلتني في عينيك يا سيد الرب غالي عليك لكن صوتك يلا مع بعض كلنا والليلة انا راجع صدقني لحظة تاني بدونك تعالالي من الشر يلا اصرخ اخلق فيا قلب جديد فرحة وعيد أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك من قلبك غالي عليك يا يسوع أنا غالي عليك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني بعينيك غالي عليك صوته فوقك الليلة كلمته فوقتك النهاردة وقت العبادة مع أخويا ديفيد فوقك إن حضور ربنا فوقك النهاردة بيقول لك فوق النهاردة انت مش لإبليس ولا للتفاهة ولا للخطية انت للرب الليلة لو صوت الرب فوقك عايز قبل ما نادي اللي عايز يدوا حياتهم للرب عايزك تسمع معايا كلمات الترنيمة دي مرة تاني لكن صوتك العدد الأخير لكن صوتك جه وفوقني تقول هلو من قلبك والليلة انا راجع صدقني لحظة تاني بدونك لا تعالالي من شر من إدماني من خطيتي اعتقني الليلة صلي معنا لكن صوتك
وفوق والليلة والليلة أنا راجع صدقني لحظة تاني بدونك لا تعالالي ومن شرعتك مرة تاني مرة تاني لكن صوتك لكن صوتك والليلة والليلة أنا راجع صدقني لحظة تاني لحظة تاني بدونك لا تعالالي ومن شرك يلا حط إيدك على قلبك كله إلا فيا قلبي دي أمين وارمي الماضي وارمي الماضي عني بعيد يلا مرة تاني إيدك على قلبك إلا فيا قلبي دي وارمي الماضي عني بعيد انا الليلة واحد تاني والجاي معاك فرحة وعيد انا غالي عليك يلا من قلبك غالي عليك ربي انا غالي عليك غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك يلا قوله من قلبك وغلاوتي وغلاوتي مش فيا دي محبتك دي محبتك ليا حطيتني حطيتني جوا قلبك وشلتني فعليك غالي لو عايز تدي حياتك للرب الليلة ويبقى الرب سيدك النهاردة يخرجك من كراهية نفسك وألمك ووجعك لو عايز تدي له حياتك النهاردة يمنحك حياة ورحمة وحفظ إله النهاردة ويدي خطة ارفع ايدك في مكانك وقوله بدي لك حياة الليلة يا رب ايدك في مكانك كده مرفوعة مش عايز المؤمنين لكن عايز اللي ناويين النهاردة يدوا حياتهم للرب لعندهم يقين ان ليلة النهاردة ليلتهم باسم الرب يسوع اللي بيقولوا 23 23 23 2 ده يومي وده حياتي ارفع ايدك وقوله بسلمك حياتي طب نفسي نعمل حاجة اجرأ كده جميلة للي فعلا من قلبه عايز يدي حياته المسيح سنرجع الكنب ده لورا شوية وعايز اللي كل رفع ايده بيدي حياته للرب يجي قدام النهاردة يلا عايز تدي حياتك للرب ورفع ايدك بجد يلا سيب مكانك اخواتي اخواتي الشباب على الناحية على الناحية الشمال هنا اخواتي لاخواتي على الناحية اليمين لا عايز تدي حياتك للرب سيب مكانك وتعالى قدام يلا يلا لو نفسك مين اجرأ اول واحد كده هيجي واخواتي اشكر الاخوات الاجرأ اللي طلعوا قدام ايوه ايوه في شباب هيجي قدام النهاردة تعالى تعالى عند المنبر يلا تعالى 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 النهاردة تعالى تعالى حط حياتك بين ايدين الرب النهاردة يلا شباب وشابات اللي عايز يجي للرب النهاردة يدي حياته للمسيح لا لا ما تجيش في النص وتقف تعالى تعالى قدام تعالى عند المنبر النهاردة تعالى نفسي ندي لنفسنا كده مكان وندي لنفسنا فرصة نرجع كنب شوية خدام يساعدونا لو سمحتوا يلا لو نفسك النهاردة تيجي إلي لو تعبان عنده الشفاء النهاردة لأي جرح وكل دهاء النهاردة يلا يلا تعالى تعالى لو نفسك تيجي للرب الليلة أيوة تعالى أيوة لو نفسك تيجي للرب الليلة تعالى لو نفسك تيجي للرب النهاردة تعالى لو نفسك إلهك يغير قلبك تعالى 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 لو تعبان عنده الشفاء نفسي نملى المنبر نفسي نيجي قدام النهاردة ونملى المنبر لو عايز نفسك تيجي للرب الليلة نفسك الرب يغيرك يلمس قلبك تعالى همس شفش النهاردة تعالى يلا تعالى كده هات إيدك للرب وتعالى وقول له النهاردة أنا تعبان الليلة أنا تعبان الليلة صوته بينده من سنين تعالوا يا بنات قدام كل اللي عايزة تيجي للرب الليلة يلا تعالوا تعالوا قدام تعالوا اطلبوا الرب قدام كده صوته لسه بينده من سنين تعالوا إلي يا كل المتعبين تعالوا من الطرقة لو سمحتوا اطلعوا قدام نصلي مع بعض عند المنبر يلا تعالى تعالى النهاردة تعالى النهاردة مد إيدك لي النهاردة من سنين تعالوا إلي يا كل المتعبين تعالوا تعالوا إلي يا كل المتعبين. المتعبين يلا اللي عايزة تيجي من الأخوات تعالي للرب صوته لسه بينده من سنين يلمس قلبك الليلة تعالوا إلي يا كل المتعبين تعالوا إلي يا كل المتعبين لو تعبان عنده الشفاء لأي جرح وأي داء وانضاح المكيوم وداء
هتلاقي نجاة. لو يأسك من نفسك روح قل له يا ابويا انا عندي جروح مستنيك تيجي وبالروح تديني حياة. لو تعبان لو تعبان عنده الشفاء وانت حلمك يوم ويتان هتلاقي نجاة. لو يأسك من نفسك روح قل له يا ابويا انا عندي جروح مستنيك تيجي وبالروح تديني حياة. حول الكآبة لأغاني وأفراح صوته لسه بينده من زمان. مين محتاج لسلام محتاج لأمان؟ مين محتاج لسلام محتاج لأمان؟ صوته لسه بينده من زمان. مين محتاج لسلام محتاج لأمان؟ لو تايه مش لاقي طريق هم وضيق في بحور الدنيا غريق في تعب وسراب. حزين افتح له الباب. لو تايه مش لاقي طريق وصل بحور حور الدنيا غريق في تعب وسراب. لو بتدور لو نفسك متكونش حزين افتح له الباب. يسوع مريح التعب والناس حول الكآبة لأغاني وأفراح. يسوع مريح التعب والناس الغلابة بيحول الكآبة لأغاني وأفراح. عايزك في مكانك ترفع ايدك للسماء قول للرب طلعني من اللي أنا فيه الليلة يا رب. ارفع ايدك غمض عينك صلي بصوت اسمعه قوله طلعني من اللي أنا فيه الليلة. كرهت حياتي يا رب كرهت نفسي يا رب. ارفع ايدك قوله كفاية النهاردة قرفت من الخطية. كرهت العادة وكرهت القرف وكرهت اللي أنا عايش فيه. كرهت يا رب السجارة اللي لزقت فيا والخطية اللي لزقت فيا. ارفع ايدك كده للسماء قوله كرهت الإدمان كرهت الإباحية يا رب كرهتها وكرهت حياتي معاها. لكن ارفع ايدك النهاردة قوله وانت بتنسجني كنت بتنسجني الخطة الليلة. يلا ارفع ايدك وغمض عينك. ارفع ايدك للسماء وغمض عينك. غمض عينك من قلبك وقوله نسكت شفايفي تسبحك. نسكت فكري علشان يفكر فيك. نسكت عيني علشان تشوفك. كسوتني عصب عشان اخد قرارات إلهية. حطيت لي جلد عشان ابقى حساس للعلاقة معاك وللشركة معاك. ارفع ايدك كده للسماء قوله انا قاصد اتغير الليلة يا رب. نفسي كل الاجتماع بصوت عالي وهو رفع ايده يقول للرب الجملة دي منحتني حياة النهاردة. انا عايز حياة النهاردة. عايز رحمة الليلة. عايزك تحفظني لما اروح يا رب. يلا من قلبك كله عايز حياة بدل الموت. عايز رحمة من ايدين العدو بدل ابليس.
عايز النهاردة حفظ للأبد الليلة. وانت بتصلي كده عايزك ترفع ايدك وتقول له لما لم أو ليه اتولدت يا رب؟ ليه اتولدت يا رب؟ ليه اتولدت يا رب؟ ليه ما متش من الرحم؟ ليه انا موجود؟ وارفع ايدك قول انا موجود لخطة، مش اكل واشرب وغدا اموت، مش بكرة اروح جهنم، لا لا لا، انا مخلوق لخطة عظيمة. انا نفسي نعمل كده كل القاعة. يلا كده وانت واقف حط ايدك على واحد جنبك، حط ايدك على واحدة جنبك وصلي له الليلة. حط ايدك على شاب جنبك، على واحدة جنبك. حط ايدك على اختك اللي جنبك، على شاب جنبك وصلي معاه من كل قلبك. يلا بصوت مسموع الليلة قول له كده للرب كده هو جنبك النهاردة، يا رب فرحة جديدة لاخويا النهاردة، فرحة للي كره الحياة للي كرهت الحياة يا رب. لو انت معانا على السوشيال ميديا صلي مع نفسك، لو انت جنب جوزك، لو انت جنب ابنك، لو بنتك جنبك حط ايدك عليها حتى لو هي مش عايزه وصلي معاها وقولي للرب الليله باسم الرب يسوع المسيح الليله يا رب سعاده وسلام وفرحه، مش بس البني مزار يا رب، مش بس المصري يا رب، مش بس الشباب المنيا يا رب، ولا شباب القاهره يا رب، ولا اسكندريه، فرحه ونعمه تغمر شعبك اللي بيحضرنا في كل حته يا رب، للناطقين بالعربيه، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، 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 الأردن، لبنان يا رب، كل اللي ناطقين بالعرب اللي بيحبوك يا رب، زور البلاد دي يا رب، زور البلاد دي يا رب، زور الناطقين بالعربي في أوروبا وأمريكا وأستراليا، فرحة الليلة باسم الرب يسوع. ارفع ايدك للي جنبك وقوله تحب الحياة الليلة، تحب الحياة الليلة، تحب الحياة الليلة، تستلطف الحياة النهاردة، تحب الحياة، رب يديك بهجة الليلة. حط ايدك على جنبك كده وقول له رحمة الليلة، حياة الليلة، حياة الليلة، حفظ الليلة، يكمل معاك النهاردة. انت مخلوق لخطة إلهية ربنا صنعها لحياتك. ارفع ايدك لمكانك للسماء، لا عايز تسلم حياتك للرب قول له معايا الكلمة دي وانت رفع ايدك للسماء. يلا ارفع ايدك كده وقول له يا رب يسوع، لا لا بصوت عالي، بصوت عالي، يا رب يسوع، أنا بشكرك الليلة، بشكرك الليلة لأنك كلمتني، لأنك كلمتني، حتى أخواتي اللي على السوشيال ميديا أقول بصوت عالي أشكرك الليلة يا رب، أشكرك الليلة لأنك كلمتني، لأنك كلمتني، ولأنك عايز تغيرني، لأنك عايز تغيرني، أنا بعترف لك الليلة يا رب، أنا كاره عمري والحياة، لكن بشكرك الليلة، بشكرك الليلة، مش دي مشيئتك، يداك كونتاني وصنعتاني، عملتني للفرحة، عملتني للفرحة، للبهجة، للبهجة، للسرور، للسرور، للسلام، للسلام، والليلة يا رب، والليلة يا رب، بدي لك قلبي وحياتي، بدي لك قلبي وحياتي باسم الرب يسوع، باسم الرب، ارفع ايدك وقول بصوت عالي باسم الرب يسوع، باسم الرب، منحة جديدة الليلة، منحة جديدة، منحة جديدة الليلة يا رب، منحة جديدة، منحة حياة لموتي، منحة، منحة رحمة لحرب مع إبليس، منحة، منحة، منحة يا رب حفظ للجسد ومن الجسد، منحة حفظ من الجسد ومن الجسد باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. انا باجي عند صليبك الليله، باجي عند، شاور على الصليب، شاور على، قول له باجي عند صليبك الليله، باجي عند صليب، مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت، احيا لا انا، احيا لا انا، بل المسيح يحيا فيا، بل المسيح يحيا، قول له باجي عند الصليب النهارده بذنوبي، باجي عند الصليب بذنوبي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، ابليس ملوش حق يعيرني، ابليس ملوش حق يعيرني ولا يذلني، ولا يذلني، خطاياي على صليب المسيح، خطاياي على صليب المسيح، حرب اتحسمت في الجلجثة، حرب اتحسمت في الجلجثة، انا منتصر من القائم من بين الاموات، انا منتصر بالقائم من بين، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، انا صلبت مع المسيح النهارده، انا صلبت مع المسيح، لا للجسد الليله، لا للجسد، لا لمشيئه الجسد الليله، لا لمشيئه، لا للاهواء والشهوات الليله، الاهواء والشهوات الليلة، باسم الرب يسوع، باسم الرب، ارفع ايدك كده وقول الذين هم للمسيح، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد، صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، مع الاهواء والشهوات، الذين هم للمسيح، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد، صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، مع الاهواء والشهوات، ارفع ايدك قول باسم يسوع، باسم يسوع، انا عارف انا ليه عايش، انا عارف انا ليه عايش، انا عارف معنى حياتي، عارف معنى، الهي خلقني الهدف، إلهي خلقني الرؤية باسم الرب يسوع، أنا مش للموت، أنا مش للنجاسة، أنا مش عشان أكل وأشرب وأموت باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، أنا مش للجحيم،
مش للجحيم. قل بكل صوتك انا مش للجحيم. انا مش للجحيم. انا مش للنار الأبدية. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. انا لخطة إلهية. انا لخطة إلهية. انا مش إناء للهوان. انا مش إناء للهوان. انا مش إناء للنجاسة. انا مش إناء لإبليس. انا إناء مختار. انا إناء مختار. لأحمل اسم يسوع. لأحمل اسم يسوع. لبيتي. لشرعي. لمدرستي. لكليتي. لكليتي. هاليلويا. انا إناء مختار. أحمل يسوع لكل الخليقة. هاللويا. ارفع ايدك معايا كده في الدقيقة كده قبل ما نهتف الكلمات الجاية مع أخويا ديفيد اللي مشغول بيها. ارفع ايدك قوله أشكرك لأن بإيمان أقول النهاردة مع أيوب منحتني حياة ورحمة حفظت عنايتك روحي. حفظت عنايتك روحي. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. انت بقلب طيب وغني. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. هللويا. اهتف معانا الكلمة دي وصليها. كل إناء مكسور متشاب ربي. ربي جمالك في هيبان فعدو لكن فيك بنصدق فيض مش بس يكون مليان. شكرا لك على تعبك فينا تشكيلك فخار حكي على صبرك يا رب. على صبرك على كل فشلنا وأنا تكي أبو قلب رحيم. اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون بس ايديك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون بس هو البطلوب تشكيلك هو اللي
هللويا. نقول مع بعض كده: يلي بذلت الابن، يلي بذلت الابن عشاننا، وعطينا معاه البركه، قادر تشبع، قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا لسماويات، لينا رصيد النعمة هيفضل من قلبك دايما بيفيد. وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحق نفسك ده وتعضي، في أواني مليان عيون بتمدد وبترسم فيها المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون، بس إيديك تمدد وبترسم فيها المحبوب.